أهلاً بكم في اكسبو 2020. أعلن معرض اكسبو 2020 دبي اليوم عن جواز سفره الخاص الذي سيتيح للقاطنين في دولة الإمارات وزوارها الدوليين على حد سواء السفر في أرجاء العالم والاحتفال بجولتهم العالمية أثناء استكشافهم الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي التي يزيد عددها على 200 جناح. وسيشجع جواز سفر إكسبو الزوار على رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة أثناء الحدث الذي يستمر 182 يوماً، ويسمح لهم أيضاً باستعادة ذكريات تجاربهم بعد انتهاء زيارتهم. وكان جواز سفر إكسبو المميز استحدث في إكسبو مونتريال 67، وأصبح منذ ذلك الحين من أشهر هدايا إكسبو الدولي التذكارية للزوار الراغبين في الاحتفاظ بسجل لجميع ما يزورون من أجنحة الدول المختلفة، وجمع إختام دخول هذه الأجنحة تذكاراً لهم. وأوضح إكسبو 2020 دبي في بيان: تصميم جواز السفر الجديد استوحي من تراث دولة الإمارات ليربط بين الماضي والحاضر، مشيراً إلى أنه يبدو مثل جواز سفر رسمي، ويتكون من 50 صفحة تحوي تصميمات وصوراً لأجنحة الموضوعات الثلاثة: عالم الفرص، جناح الفرص، وألف، جناح التنقل، وتيراً، جناح الاستدامة، إضافة إلى ساحة الوصل، القلب النابض لموقع إكسبو، فضلاً عن معالم أخرى في دبي ودولة الإمارات.